ان شاء الله. صباح بارك الله صباح الله. ربي صبرنا ان شاء الله. ربي يعطيك القوه ان شاء الله. طهور ان شاء الله. قدر الله ما شاء فعل. لا رد لقضاء الله. قضى الله وقدر. الحمد لله. يعني سيد الوالي، يعني حادث مرور أليم أدى إلى وفاة لاعبين في ساعات متأخرة، نقلت من البيض إلى تيارت. هذا واجبنا، هذا واجبنا وهذا مولادنا وولاد الجزائر. هذا فريق كرة القدم تنقل من أجل إجراء مقابلة. قدر الله هذه الحادثة. نترحموا على اللاعبين اللي توفاو، الحارس ومساعد المدرب، والشفاء ان شاء الله للجرحى، وتعازينا لكل الشعب الجزائري واهاليهم. نعزي انفسنا ونعزي اهالي الضحايا، وان شاء الله هذا شيء من قضاء الله وقدره، حكم ربي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل سكان ولاية تيارت متضامنين معكم. نشكر كل سكان ولاية تيارت، وأنا نعرفهم خاصة منطقة السوقر اللي كانوا وقفوا، يعني وقفة رجل واحد. الحمد لله، وهذه من شيء من الشعب الجزائري، التضامن والأخوة والروابط والتواصل اللي يربط بين 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 المدن، لأننا شعب واحد وأمة واحدة، وهذا معروف لدى الشعب الجزائري. إن الله وإنا إليه راجعون. شكرا سيدي.